يلا وريني، ابتدي بالضربة الأولى. ادرسوا يا أسمر، لازم الأول تدرسوا. خد كده هتدرسني كويس. أنا درست وذاكرت وتقريباً سقطت خلاص. مفكر نفسه بطل جامد وجاي واجهني أنا. أنا أكلت 40 واحد زيك النهاردة على الفطار مع الزبدة والعسل. يلا عشان عايزك في موضوع. ما تخافش منه يا أسمر، هو كبير شوية بس. بصراحة هو كبير قوي وضخم، بس في الحافز اللي احنا اتكلمنا عنه. رايح يجيب لي حاجة اشربها، انا ممكن اروح له. يلا قوم يا بطل، قطع حتة الجبنة دي. انا مستنيك ومجهز لك الكيس اللي هحطك فيه واحطه كده. ايه رأيك في الحركة دي؟ يلا بقى عشان اقطعك حتة صغيرة. مش تسأل قبل ما تيجي انت جاي تنافس مين بالظبط. اسمر، انت عندك سر كبير قوي ممكن تهزمه بيه، موجود جواك.